اهلا بكم مشاهدينا وحوار جديد في هذا الصباح. بالتاكيد كلنا نفسنا انه الاداء الحكومي يتحسن والخدمه اللي بنحصل عليها كمواطنين تتحسن وتتطور بما يتناسب مع احتياجاتنا وتوقعاتنا لمستوى هذه الخدمه. ده اللي عملته وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري من خلال موقع اسمه قيم خدماتك او www.rateyourservices.gov.eg. الموقع ده بيتيح لاي مواطن ايا كان انه يدخل ويقيم الخدمه المقدمه اليه في اي موقع حكومي، وبالتالي ده بيوصل للمسؤولين عن هذه الخدمه، بيعرفوا مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمه المقدمه ليهم، وبيعملوا على تطوير هذه الخدمه بالاستفاده من ملاحظات المواطنين عبر هذا الموقع اللي ايضا هيتم تفعيله على الهاتف المحمول قريبا جدا. معانا ومعاكم خبير التنميه الاداريه دكتور ايمن الدهشان الحديث بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع. صباح الخير يا دكتور ايمن. صباح النور على حضرتك وصباح النور على الساده المشاهدين، ويا رب خدمات مصر كلها تبقى افضل ان شاء الله باذن الله. يا رب امين. هنرجع لحضرتك لكن نشوف تفاصيل اكتر عن هذا الموقع في التقرير التالي، وبعده نرجع لضيفنا الكريم. بهدف تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتذليل المشكلات أمامهم، أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة التجريبية من الموقع الإلكتروني قيم خدماتك الذي يساعد المواطن على تقييم الخدمات الحكومية التي يحصل عليها. وقالت وزارة التخطيط إن موقع قيم خدماتك يعد بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أكثر فاعلية لأنشطة التنمية وإقرار السياسات التي تساعد في زيادة تمكين المواطن من توسيع مساحة المشاركة الفعلية له. وأعلنت الوزارة أنه بنهاية ديسمبر الحالي سيتم إطلاق الموقع في نسخته النهائية بالإضافة إلى إتاحة الخدمة على تطبيق المحمول. وأوضحت أن الهدف من الموقع يتمثل في وضع آلية ممنهجة لقياس جودة الخدمات داخل الجهاز الإداري للدولة من أجل تحفيز عملية التحسين المستمر في الجهات الحكومية من خلال تقييم المواطن لجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضمان حق المواطن في تلقي خدمة ذات جودة عالية. ويأتي تقييم الخدمات في إطار العمل على إرساء مبدأ الشفافية والحد من الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تعميق التواصل مع المواطن وإشراكه في عمليات اتخاذ القرار. كما يهدف التقييم إلى إزالة المعوقات التي تواجه المواطن للحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إتاحة الإحصاءات التي توضح المشاكل الإدارية للعمل على حلها، مع إتاحة الفرصة لمقدم الخدمات للتغلب على نقاط الضعف في تقديم الخدمة ومحاولة الارتقاء بالأداء. وتستهدف الحكومة بناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية لتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة بما يحقق طموحات المتعاملين. اهلا بحضراتكم ورجعنا بعد التقرير علشان نناقش الموضوع بشكل تفصيلي مع ضيفنا الدكتور ايمن الدهشان خبير التنميه الاداريه. دكتور ايمن، يعني ازاي شايف هذه الخطوه اللي قامت بيها وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري من خلال اطلاق موقع قيم خدماتك؟ يعني اخيرا المواطن هيشعر ان في مساحه يعني هيحط فيها كل اللي جواه ناحيه الخدمات المقدمه ليه. راي حضرتك ايه في هذه الخطوه؟ طيب خليني طبعا في البداية أقول أن دي فكرة عظيمة جدا أن تبقى موجودة على أرض مصرية، أن احنا يبقى عندنا فكرة تقييم الخدمات. خلينا نقول أن احنا كشعب والثقافة المصرية في الأوان الأخيرة يمكن بنبعد عن ثقافة التقييم، يعني محدش عايز يقيم، مفيش مسؤول النهاردة بيقول لا ابعدوا عني قصة التقييم. فيش شعب بينجح ومفيش دولة بتنجح ومفيش منظومة لإدارة الموارد البشرية يمكن أن تنجح دون القياس الحقيقي، يعني التقييم الحقيقي. هو فكرة، بس معلش هي موجوده في بعض شركات القطاع الخاص. طبعا يعني بتيجي تعمل مكالمه لخدمه العملاء بيقول لك انه المكالمه متسجله، وايه رايك في ونفسه الموظف بيقول لك قيمني، او بيبقى في ابلكيشن بتعمل فيه ريت لحضرتك يقول لك انت رايك في المكالمه دي ايه. دي الثقافه الموجوده في القطاع الخاص، والقطاع الخاص عشان ينجح كان لابد من وجود تقييم اداء، لان مش هينفع ان الموظف، ويمكن دي نقطه لازم نشير اليها، ان احيانا في بعض القطاعات الحكوميه كل الموظفين بياخدوا امتياز، يعني تلاقي الشركه خسرانه، العميل وغير راضي عن اداء الخدمه
وتلاقي كل الموظفين خدوا امتياز. فانت بتقول الله ازاي يا جماعه بيحصل كده، ازاي ده واخد امتياز. اذا فكره التقييم دي فكره هايله جدا، وانا مبسوط بيها جدا ومبسوط بالمؤشرات اللي اتحطت ليها. يعني في 5 مؤشرات اتحطت ليها، وفي 6 اشياء المواطن كان محتاج فعلا ان هم يقيموا، لان المواطن عانى منهم على مر العصور السابقه. طب ايه هي المؤشرات دي؟ اول حاجه نقول ايه هي 6 خدمات اللي المواطن فعلا هنقيمهم. رقم 1 الصحه، التعليم، الاحياء، بنتكلم على مكاتب التموين، بنتكلم على المؤسسات الموجوده، مش بس الاحياء، بنتكلم على عفوا على نقطة اللي هي المهمة جدا وهي نقطة المرور. يبقى انت لما يبقى عند حضرتك صحة وتعليم ومرور واحياء وتموين، لما يبقى عندك كل هذه الامور اللي احنا فعلا محتاجين ان هي تقيم. يعني كم واحد النهاردة بيخش المرور وبيحس ان هو في عناء شديد؟ كم واحد النهاردة بيخش مصلحة حكومية زي تعليمية وبيقولوا له لا الاجراءات كذا والشروط كذا وبتاع الكلام ده كله، ولدرجه ان المواطن بيزهق وبيسيب الشغل. طب انا النهارده هعمل ايه وانا قاعد دلوقتي؟ انا على فكره قبل ما اجي لحضرتك امبارح دخلت على rateyourservices.com.eg، دخلت على الموقع وقلت انا عايز اشوف فعلا الموقع موجود ولا لا. دخلت على الموقع ولقيت حضرتك فيه 6 اشياء اللي احنا قلناهم، صحة تعليم وهكذا. وحضرتك بتختار، بتيجي تقول مثلا التعليم، ثم بعد كده بتقول محافظة القاهرة، ثم بتختار المركز، ثم بتختار المؤشر، وبيدي لحضرتك 5 مؤشرات انت بتشتغل عليهم. المكان اللي حضرتك رحت تستقبل فيه الخدمة، هل المكان ده وبيئة العمل دي كانت مناسبة ليك ولا مش مناسبة ليك؟ احيانا بنخش مكان ونلاقيش كرسي نقعد فيه، تمام، ما بنلاقيش حتى شاشه مكتوب عليها الرقم بتاع حضرتك. بالظبط. النقطه الثانيه البيانات والمعلومات، يعني هل هو كاتب لك الشروط؟ يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت في احد الجامعات امس، وجامعه حكوميه عريقه جدا، فرايح المكتبه بتاعه الجامعه الساعه 2 الا ربع، فلما دخلت لقيت الباب مغلق، فقلت الله ازاي الساعه 2 الا ربع مكتبه مغلقه. فرحت للمسؤول او مدير عام الجامعه، فبقول له دلوقتي المكتبه ليه قافله ومفيش ورقه مكتوبه في الكلام ده؟ فقال لي لا اصل هي متعوده. فمفيش حاجه اسمها هي متعوده، ما هو احنا دلوقتي حضرتك عشان نقيم صح لازم نعترف ان احنا عندنا اخطاء، ولازم نحلها. ومش معنى ان احنا هنقيم بعض معناها ان احنا هنتصيد لبعض الاخطاء، لا، النظام مش كده. النظام بيقول لحضرتك قيم لي ايضا غير عنصر، يبقى البيانات والمعلومات لازم تبقى متوافره. يبقى ما ينفعش اخش مصلحه حكوميه تبقى كاتباني من 9 ل 2 والساعه 2 الا ربع الاقي موظف قفل الباب يقول لك ما خلاص يا فندم الساعه داخله على 2. يعني ايه داخله على 2؟ احنا عايزين نشتغل زي البنك. البنك النهارده بيقفل البنك الساعه 2 الا ثانيه وبيقفل بالظبط. فهو ده اللي حضرتك محتاجينه. النقطه المهمه ايضا هي نظام العمل ماشي ازاي؟ هل في بيروقراطيه؟ يعني بيقول لك اطلع الدور السادس هات لي ورقه وانزل من الدور، وبالذات الاحياء في حاجات تتعبك جدا، تمام، وبعض الاحياء فيها صعوبه جدا. نقطه برضو المهمه وهي نقطه سلوك مقدم الخدمه. دي نقطه مهمه جدا طبعا. ان حضرتك النهارده السلوك، لو انت مش عاجبك سلوك الشخص اللي مقدم الخدمه، حضرتك تقدر النهارده تكتب والله انا قابلت الاستاذ احمد ابراهيم، بس انا عايزين نقول بقى ازاي نشارك احنا براينا قبل ما البرنامج يقول. على فكره كمان السلبيات والايجابيات، لو في ايجابيه نقولها، يعني مش لازم يبقى التقييم سلبي. ايوه بالظبط كده، بالعكس. انا عايز اقول انا رحت المصلحه الحكوميه المرور ولقيته 10 على 10 وبديله 5. هو حضرتك دلوقتي لما بتروح اي فندق بتعمل ايه؟ تخش على الانترنت، بتكتب في اي موقع من المواقع البحثيه، وبيطلع لك الريت بتاع الفندق ده 5 نجوم، 4، 3، جايب 8.9 من 10، جايب 9 من 10، وبتبتدي يعني تقول لهم ده فعلا اللي مكتوب 9 ده انا لقيته 10. وساعات تيجي تقول لهم لا اللي مكتوب 9 ده انا لقيته الصراحه 7. فهنا ايه اللي بيحصل؟ الاداره هنا بتقيس الاداء، وفي مؤشر مهم جدا اسمه كي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هي كي بي ايز. مفهوم الكي بي ايز ومؤشرات تقييم الاداء، وان انا اقيس الاداء بناء على اهداف حقيقيه للدوله. النهارده الدوله يا فندم عندها رؤيه مصر 2030،
ازاي هنحقق رؤيه مصر 2030 وهي ناقص عليها 10 سنين تقريبا واحنا ما بنقيمش الخدمات؟ اذا انا بحيي وزيره التخطيط الدكتوره هاله السعيد على اختيارها هذه المجازفه. خد بال حضرتك دي مجازفه وهتبين وبعدين لما انا هقيم الوزارات او بعض الخدمات دي ما هو بعد كده هنقيم السياحه ونقيم الصناعه ونقيم التجاره ويبقى عندنا ثقافه التقييم. تمام. فانا عايز المواطن يستقبل الموضوع ده بالايجابيه. يعني خش على الموقع اكتب دلوقتي وانت سامعني دلوقتي اكتب rateyourservices.com وابدا شوف الموقع ابدا نزل الابلكيشن خليه موجود عندك ابدا اتكلم فيه مع زمايلك وابدا ننشر الايجابيات دي حاجه ايجابيه جدا وموقع مكلف غير كمان انها حاجه ايجابيه هي بتبين قد ايه ان في شفافيه فعلا ونيه حقيقيه لدى الحكومه لتطوير الجهاز الاداري للدوله لانه ده بيعكس فعلا انه خلاص كده يعني كله بيقيم بعضه فده بينعكس على اداء الموظفين. طيب دكتور ايمن احنا دايما كنا بنشوف الصوره الراسخه للموظف الحكومي ان هو اللي هو دايما بيتعامل باسلوب فظ وغليظ مع المواطن او يقول له مثلا تعدي علينا بكره يقعد ثلاث ساعات بيصلي يقعد ياكل الاول يقول له لما اخلص اكل القعده بتعمل بتقشر خضار الكلام ده كله ازاي ممكن يتغير بعد اطلاق هذه الخدمه لانه اكيد الموظفين ده هينعكس عليهم ايضا بالايجاب. طبعا خلينا نقول ان قانون الخدمه المدنيه ابتدى يقلل بقى من كل الاشكاليات اللي احنا كنا بنشوفها ومن كل الممارسات السلبيه السابقه اللي احنا كنا بنشوفها واللي كانت بتعكس فعلا اداء سيء جدا لبعض الاماكن الحكوميه. والنهارده احنا في عصر جديد وعهد جديد وهو عصر الشفافية، والشفافية هي احد عناصر التنمية المستدامة اللي مصر بدرت بيها وبدأت تخش بيها في اول الدول اللي دخلت في تطبيق ال 18 عنصر ومن ضمنهم مبدأ الشفافية. فاختيارنا للتوقيت بتاع بداية 2018 بداية 2019 ونهاية 2018 ان احنا نطلق هذا الموقع ونقول ادي فيجر ادي بصمة هي موجودة بس انا عايز المواطن يلمسها. أنا بقى كمواطن أنا عايز ألمسها، أنا عايز يبقى ليها دعاية كافية. أنا عايز أحس إن أنا موجود دلوقتي في كل مصلحة، إحنا دلوقتي قلنا إيه؟ قلنا صحة، قلنا تعليم، قلنا مرور، قلنا أحياء، قلنا تموين، قلنا كل الخدمات دي، عايزين المواطن يعمل إيه؟ عايزينها تبقى موجودة على المواطن. وبعدين ما يخبيهاش الموظف. ما هو الموظف دلوقتي حضرتك اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه اللي هو بيسلك بعض السلوكيات، إحنا عايزين دلوقتي الموظف ده يقول له يا فندم لو حضرتك حاسس إن أنا مقصر حضرتك انا اسمي احمد السيد زي ما بنخش الشركات المحمول الكبرى وبتلاقيه كاتب اسمه مثلا ابراهيم او ايمن الدهشان وكاتب اسمه ومن خلال هذا الاسم انا اقدر اقول انا رحت المكان الفلاني وقابلني استاذ ايمن وطلع كويس جدا قابلت استاذ ايمن وطلع وحش وطلع معرفش ايه وبيتكلم معايا الموظف نفسه عايز يعرف راي المواطن في الخدمه ايه بالظبط كده وفي نفس الوقت المواطن عنده شعور بانه مشارك في اتخاذ القرار هو من خلال رايه ده بيصوب اتجاه العملية الإدارية أو بيقيمها لكن الأهم بقى الخطوة اللي بعد تقييم المواطن اللي بيحصل بعد ما المواطن بيكتب رأيه الرأي ده بيروح فين بيتقيم إزاي الجدية اللي المفروض يشعر بها المواطن إنه فعلا تم يعني أخذ رأيه على محمل جد لو في سلبية شافها طبعا هي طبعا مش هيقدر ينجح النظام إلا بوجود معايير حقيقية وتقييم حقيقي وموضوعية في هذا الموضوع. يعني أنا مش هينفع أخش ألاقي المكتب الناس بتتعامل فيه بشكل كويس ومكتوب عليه الريت 5 فانا كمواطن هفقد المصداقيه في هذا الايه في هذا النقطه فانا محتاج ان يبقى عمليه التقييم بتبان للمواطن ان هي بتقلل الريت بتاع الوزاره او بتاع الهيئه التعليميه دي وبالتالي الريت بتاعها لما بيقل وعدد الشكاوى بيحصل بالتالي دي هتعمل الارم عند الجهاز التنظيمي للوزارة ويبدأ يقول له خد بالك هنا الناس بتشتكي من مثلا تعامل مقدم الخدمة بيشتكوا فيحصل هنا ايه قدامي حل من الاثنين وبيكتب اسمه تحديدا ممكن لا ممكن في بعض الخدمات في إدارة كذا في مكان كذا في محافظة بس هي لسه ما بنتش هو كل ده يعني قدام حضرتك دلوقتي حاجة تجربة فانت لسه ما طبقتش فما نقدرش نقول فانا النهاردة مثلا كتبت الكلام ده قدامي حل من الاثنين لو جيت لقيت الخدمه اتحسنت يبقى الوزاره ماشيه 10 10 لو جيت لقيت الاداء زي ما هو او اقل
هنا محتاجين يا اما تريننج للموظفين، ندرب الموظفين. اصل انا مش هاخد النظام هو يا جماعه عشان برضو المواطن موظف ما يقولش دول بيعملوا افكار جديده عشان يمشونا، دول بيعملوا افكار جديده عشان يقولوا لنا اجروا، تعالوا نفهم مع بعض احنا بنقول. لا بالعكس، انت هتحسن من مستوى الخدمه، وبالتالي لو مستوى خدمتك اتحسنت انت هتتخطف في القطاع الخاص. ما انا او يعني مرتبك هيعلى، او هتلاقي نفسك انت اللي ماسك الاداره، لان انت راجل بتسمع كلام العميل وبتتعامل مع المواطن، وبتتعامل مع المواطن هو عميل. دي نقطه مهمه بالزبط. جدا يعني بالزبط. مقدم الخدمه الحكوميه لازم تتعامل مع المواطن في الفتره اللي جايه ان هو العميل بتاعك. ان هو من الاخر اللي معاه المفاتيح، فما تخبيش عليه حاجه، ما تتكلمش معاه بطريقه مش كويسه، لا بالعكس تعالى نتعاون مع بعض. هي دي الثقافه اللي احنا عايزين، احنا مش جايين نتصادم مع بعض. يعني مش هيجي بقى المواطن يجي يقول له طب انا هعمل فيك وهكتب لك في الموقع وهكتب لك كلام وحش عنك، لا احنا مش عايزين كده. اصل الفكره هو مش بيتكون الراي من راي واحد بس او اثنين او ثلاثه، هو لازم يبقى مجموعه كبيره خمس عناصر في راي معين كده. علشان الريت يبقى ياخد كده. درجات معينه يعني وبالتالي اللي هيخش على الموقع وهيجري بس على كانت الموظف بس ويبدا يكتب له، هي مش هتسمع في حاجه. لازم وانت لازم تخش كبير. الخمسه بالزبط. الخمس عناصر الخمس عناصر، ومحتاجين كوانت يعني عدد فعلا زي ما حضرتك قلت. النقطه المهمه للمواطن، تعامل مع هذه الاليه بان انت تنزل التكنولوجيا عندك. وان انت لازم تبقى ثقافتك ثقافه العمل الالكتروني. العمل الالكتروني، احنا مش عايزين موبايلاتنا تبقى كلها سوشيال ميديا، لا احنا عايزين موبايلاتنا ازاي ان احنا نحسن من اداء خدمتنا، ازاي ان احنا نعظم من اداء دولتنا، ازاي ان احنا نبقى فاهمين رؤيه مصر ايه ونجري على هذه الرؤيه. ما هي الدوله بتحاول، المواطن برضو يحاول، يبقى كلنا ماشيين في اتجاه واحد. نتعاون مع بعض. نتعاون مع بعض. يعني احنا بنوجه طبعا للناس اللي شايفانا ان هم يدخلوا على هذا الموقع rateyourservices.gov.eg علشان كلنا نتبنى هذه الثقافه وكلنا ننهض بالاداء الحكومي او الاداء الاداري للدوله، يبقى الموقع فعلا حقق ثماره المرجوه منه. لان برضو استاذ احمد بس عايزين نقول نقطه مهمه جدا. احنا الوقت هي نقطه التقييم، نقطه التقييم يعني قيم خدماتك دي. نقطه مش هتشيل الموظف، بل بالعكس هي هتحافظ على الموظف اللي بيحقق أهداف الدولة وبيحقق أهداف المواطن، وفي نفس الوقت بتعلي من أداء هذه المنظمة. ويبقى في تكريم. على فكرة لسه برضو عايزين نتكلم عن النقطة دي، اللي هي نقطة تكريم الإدارات والأماكن المميزة دي، هتتم في الدولة. تبقى في تكريم لكل المسؤولين اللي هم فعلا بيبذلوا قصارى خدمتهم علشان المواطن يبقى طالع راضي، وهو ده اللي احنا عايزينه. تمام. ان المواطن يبقى راضي عن الخدمه. بشكر حضرتك جدا دكتور ايمن التهشين خبير التنميه الاداريه. شكرا جزيلا. ميرسي جدا حضرتك، شرفتنا. مشاهدينا بكده انتهى هذا الصباح ليوم الجمعه، بتمنى لكم يوم موفق ومليء بالامل والسعاده والاوقات الحلوه. شكرا ليكم ونشوفكم على خير ان شاء الله. الى اللقاء.